إلى إخواننا في فلسطين، ليس بأيدينا ما نفعله سوى الدعاء لكم، وهذا أقصر ما يمكننا فعله من أجلكم. وتحيتنا لكل فلسطيني قاوم من أجل هويته ومن أجل قدسنا. ستبقى قدسنا عربية إسلامية مهما حاولوا. من هنا نعلن للشعب الفلسطيني الأبي الذي ظل وفيا لهذه القضية الفلسطينية رغم تخاذل الحكام العرب من المحيط إلى الخليج، نعلن تضامننا اللامشروط والمبدئي مع هذا الشعب الأبي الذي يأبى إلا أن يعيش بحرية ويأبى إلا أن يعيش بصمود أمام هذا الخذلان الذي نعيشه اليوم. من خلال هذه الوقفة نريد أن نوصل رسالة إلى إخواننا في فلسطين المحتلة، ونقول لهم أن الشعب المغربي هو يعني متضامن معهم حتى النصر وحتى التمكين في قضيتهم العائلة العادلة، لأنه من العار أن نشاهد ما يقوم به المحتل من مجازر ومن قتل للأطفال والأبرياء وتشريد للنساء واعتقال للشباب وما يقع لهم من تمكين، ونبقى صامتين. فهذا عار على الأمة الإسلامية وعار على الإنسانية. هذه الوقفة التي استجابت لها المئات من مساكن مدينة طنجة أتت استجابة لأولا نداء إخواننا في فلسطين وإخواننا في المسجد الأقصى وفي القدس، ثم استجابة لإخواننا في الهيئة المغربية لنشر قضايا الأمة التي دعت إلى تنظيم الوقفات في كل المدن المغربية. جئنا لهذه الوقفة بثلاث رأس أساسية: أولا لنندد بهذا الهجوم وهذا الاعتداء السافر الذي تعرضوا له إخواننا في القدس وفي إخواننا في غزة وفي فلسطين. نحن دم واحد، شعب واحد، لا يمكن أن نفرط في إخواننا. جسد واحد إذا تداعى له إخواننا في فلسطين، فنحن في مدينة طنجة نتألم لآلامهم، نتألم لجراحهم، ونتألم لآهاتهم. الرسالة الثانية هو أننا نندد بكل ما نملك من قوة بفعالياتنا المحلية والمجتمعية، بهذا التواطؤ الرسمي الحكومي للحكام العرب ومن ضمنهم الحكومة المغربية التي هرولت ويهرولنا جميعا للتطبيع مع الكيان الصهيوني. نحن نرفض التطبيع ونرفض الاعتراف بإسرائيل، ونسرع ونؤكد على أننا الشعب المغربي كان دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن نتخلى عنها أبدا. الرسالة الثالثة هو أننا نؤكد بأننا الشعب المغربي ومن طنجة وباقي المواطنين المغاربة أن القدس في دمائنا وفي أرواحنا ولا يمكن أن نتخلى عنها. نقول لإخواننا في غزة وفي فلسطين: نحن معكم ولا يمكن أن نترككم أبدا أبدا أبدا. السلام عليكم. العالم كله يشهد ما يقع في فلسطين الأبية وكل بقاع العالم، لهذا نحن نتواجد هنا بمدينة طنجة على إثر في سياق تضامننا مع الشعب الفلسطيني. نندد بكل ما يقع في هذه الأرض المباركة، لهذا نحن نتواجد هنا تضامننا، ونعلن أننا يعني حاليا الوسائل المتاحة لنا هي أن نضم صوتنا إلى صوت الشعب الفلسطيني بمسيراتنا وبتظاهراتنا وبكتاباتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم من قلب الوقفة التضامنية مع إخواننا في غزة وفلسطين وفي حي الشيخ جراح، نقول أننا كشعب مغربي من مدينة طنجة متضامنون كل التضامن مع إخواننا في فلسطين، وللأسف مع هذه الحكومات لا نملك سوى الدعاء الدعاء الدعاء. نندد بكل الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال المجرم جيش الخراب على إخواننا في فلسطين الذين يقاومونهم بالجيش،
بجيشهم، بالرصاص، بالرصاص المطاطي، بقنابل الغاز، بالقنابل الصوتية، بجميع أنواع الأسلحة، أسلحة الدمار، بالصواريخ، بكل أنواع الأسلحة، ولكننا إخواننا صامدون بالحجارة وسينتصرون بإذن الله. هذا وعد من الله ولن يخلف الله وعده، وحاشا أن يخلف الله وعده. دمتم صامدون إخواننا، وتحيتنا لكم من المغرب إلى المسجد الأقصى المبارك وغزة وحي الشيخ جراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.